مستمرين برضو في الجانب الفني، نروح لزميلنا ايمن مصطفى. قول لنا ايه اللي بيحصل دلوقتي بعد المباراه من المغرب، وكل الاحداث وكل الاجواء وردود الافعال مجلس اداره النادي الاهلي، وهل في قرارات هتصدر او بتصدر من النادي الاهلي؟ زميلنا ايمن مصطفى يقول لنا. ايمن اهلا وسهلا بيك، تحياتنا ليك، اتفضل. اهلا بيك الزميل العزيز ابراهيم فايق، واهلا بكل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا طبعا بكابتن محمد فضل وكابتن وليد صلاح الدين. اكيد سيناريو حزين جدا لجمهور النادي الاهلي في لقاء اليوم. يبدو ان هو يعني عام حزين علينا كلنا، الخساره امام المنتخب السنغالي في نهائي كاس الامم، عدم التاهل لكاس العالم، والهزيمه امام المنتخب السنغالي في اللقاء الفاصل، خسارة ابننا محمد صلاح أمام ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج، مش مكتوبة لنا الفرحة في هذا الموسم. خليني أقول لك أن جمهور النادي الأهلي اللي كان موجود النهاردة في مركب محمد الخامس كان حزين جدا. لما بتكون قاطع مسافة طويلة لمدة يوم واحد عشان تشجع الفرقة اللي انت بتتمنى ان هي تفوز، وما بتحققش المكسب وبتخسر بطولة انت كان عندك عشم كبير جدا ان هي تحققها، اكيد امر بيبقى محبط جدا. الجمهور كان متفاعل مع اللقاء بشكل كبير جدا، وكان عندهم امال حتى يمكن اخر خمس دقايق ان الاهلي لو سجل هدف الجيم ممكن يتقلب، وكان عندهم عشم ان الاهلي ممكن لو سجل الامور تختلف تماما يعني. لكن كان في بعض الانتقاد لمجموعه من لعيبه النادي الاهلي وموسيماني وادارته للقاء اليوم. برضو كان الجمهور يعني ما بين الشوطين كان في مطالبات، ونادوا على موسيماني وطالبوا بنزول اي من الثنائي قفشه والسوليه. شايف الجمهور كان شايف ان بدايه النادي الاهلي كانت سيئه جدا. وخليني برضو نقول لك واكون محق في نقل الصوره بشكل كامل، ان اجواء استاد محمد الخامس اجواء مرعبه جدا جدا. يعني انا بتكلم مع المغاربه هنا، هم مسمين الاستاد جحيم الدار البيضاء من كتر ما هو استاد معروف ان هو استاد صعب على اي حد تماما يعني. وللاسف البدايه كانت ضعيفه جدا من لعيبه النادي الاهلي، كانت مهزوزه، ضغط الجماهير كان قوي جدا، والتلقي شباك النادي الاهلي لهدف زاد طبعا من الامر سوءا، وصعب المهمه على لعيبه النادي الاهلي. ودخولك الجيم في الشوط الثاني كان تقريبا بعد فوات الاوان وتسجيل الوداد للهدف الثاني، حاله من التاثر الشديده جدا كانت على كل لعيبه النادي الاهلي، وبالتحديد طاهر محمد. طاهر كان يمكن اكثر لاعبي النادي الاهلي بكاء بعد الحصول على الميداليه الفضيه، وطاهر كان برضو واحد من اكثر اللعيبه اللي اشاد جمهور النادي الاهلي بيهم في لقاء اليوم. يمكن البعض وصفه ان هو كان رجل المباراه من النادي الاهلي، قدم واحده من افضل لقاءاته، بذل مجهود كبير جدا. كان في اكيد انتقاد لمحمد هاني على الهدف الثاني، حسين الشحات الشوط الاول برضو ما كانش فيه احسن حال. لكن بشكل عام الجمهور كان حزين ومتاثر جدا بالهزيمه. خرج الجمهور الحقيقه بعد انتهاء اللقاء وبعد تتويج لاعبي النادي الاهلي بالميداليات الفضيه في حراسه الامن المغربي، الحقيقه اللي بذل مجهود كبير جدا النهارده لحمايه جمهور النادي الاهلي. وزي ما كان موجود اعداد كبيره جدا من جمهور الوداد داخل الملعب، عايز اقول لك ان بره الملعب يمكن كان في قد العدد اللي موجود جوه، حرص شديد جدا من جمهور الوداد على دعم فرقتهم في اللقاء اللي بالنسبه لهم كان لقاء مصيري جدا. كان في العديد من نجوم كره القدم المغربيه اللي كانت موجوده النهارده عشان تدعم الفرقه، يمكن كان من اهمهم نور الدين النايبه نجم ومدافع المنتخب المغربي في التسعينيات ونجم نادي ديبورتيفو لاكورونيا الاسباني. دعم كبير جدا من كل الجمهور النهارده، حتى جمهور الرجاء المغربي الجزء الاكبر منه، يمكن كل شويه بنقابل حد بيقول لنا انا بشجع الرجاء، لكن النهارده ايمن خليني اسالك، هل في قرارات اخذها مجلس اداره النادي الاهلي؟ هل في اي امور عقب المباراه؟ بسالك، هل النادي الاهلي اخذ اي قرارات بعد المباراه؟ هل في اي شيء متعلق بالاداره الفنيه؟
انت اكيد عارف ان مجلس اداره النادي الاهلي بيتأنى تأني شديد جدا عشان ياخد اي قرار، يعني مش من مجالس الادارات اللي ممكن تاخد قرار انفعالي بعد نهايه اللقاء مباشره. كابتن محمود الخطيب اثناء تسليم الميداليات الفضيه للعيبه النادي الاهلي كان يعني بيحاول يشد من ازر كل اللعيبه وقدم لهم تحيه خاصه لكل اللعيبه، وحاول ان هو يعني يشكرهم على المجهود اللي بذلوه. اكيد كل اللعيبه كانت تتمنى التتويج باللقب الثالث على التوالي، ويمكن كان في تركيز شديد جدا خلال الاربع او خمس ايام اللي فاتوا، وانا كنت موجود مع الفرقه الحقيقه، والمجلس حاول ان هو يعزلهم تماما عن مشاكل التذاكر والملعب وكل هذه الامور، لكن النهارده التوفيق ما كانش حليفك. يعني الاهلي كان اعلن فيما سبق انه بصدد مؤتمر هيدعو اليه لكل وسائل الاعلام من مختلف البلدان للحديث عن مشكلته مع الكاف. هل هذا الامر طرح باي تصريح باي حال من الاحوال ولا لا؟ بعد المباراه اكيد بسال. يعني كنا سامعين الكلام اللي انت بتقوله فعلا صحيح، وكان في حديث الكل كان بيتكلم عنه من جمهور النادي الاهلي، يمكن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتكلم في هذه الامور، ان كان في كلام ما بين كابتن محمود الخطيب ورئيس الاتحاد الدولي انفانتينو بشان عدم العدل اللي حصل النهارده. ومجلس اداره النادي الاهلي في العديد من الملابسات، ويمكن النهارده صباحا كان موجود استاذ خالد مرتجي وكابتن حسام غالي وايضا امير توفيق لحل مشاكل دخول الجماهير والبانيرات اللي كانت في بعض الصعوبات في وضعها في مدرجات النادي الاهلي. العديد من الملابسات اللي اعتقد مجلس إدارة النادي الأهلي حابب أن هو يوضحها، لكن لازم أكون محق أن النهاردة الأمن المغربي بذل مجهود كبير جدا عشان يأمن جمهور النادي الأهلي خلال دخوله وخلال خروجه، عشان برضو ننقل الصورة بشكل صادق وكامل. يعني أيمن، آخر سؤال، جماهير النادي الأهلي فين دلوقتي، وهل تواجدت بالفعل إلى المطار؟ خرجت من الاستاد كلها بالكامل، ومتى ستغادر المغرب إن شاء الله بإذن الله، ومتى ستغادر بعثة النادي الأهلي بمشيئة الله؟ ده السؤال الأخير. الجمهور من المفترض ان هو طيارته النهارده الساعه 2، ده الغالبيه العظمى من الجمهور اللي كان جه صباحا من القاهره اللي هي رحله اليوم الواحد، اللي هي كانت الاغلبيه العظمى من جمهور النادي الاهلي النهارده، اعتقد لم يتعدى ال 2000 مشجع. وبالفعل الحمد لله الاوتوبيسات الخاصه بمجموعه الجماهير دي كانت اتحركت في اتجاه مطار محمد الخامس من اجل طبعا التوجه الى القاهره. بعثه النادي الاهلي النهارده من المفترض ان هم يغادروا مباشره، يعني كان الاغلبيه العظمى من الاداريين اللي كانوا موجودين كانوا بيحضروا الشنط وبيلموا كل متعلقات اللعيبه، لان من المفترض فور عوده اللعيبه بياخدوا شنطهم من الفندق مباشره وبيتوجهوا ايضا الى مطار محمد الخامس للعوده مره ثانيه بطائره خاصه الى مطار القاهره باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز ايمن مصطفى من المغرب، ورساله شافيه وافيه فيما يتعلق ببعثه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا.